شو فيها يعني؟ شو عم بعمل شيء انا بمس الشرف لا سمح الله؟ ماما اشتغلي اي شغله ثانيه بس مو سواقه سيرفيس. شو بدك يعني اشتغل لفايف ولا اقعد اشحد بالشوارع؟ الف شغله فيه. هاتي لشوف نورينا. اقعدي ببيتك ديري بالك على جوزك وبناتك. جوزي طول النهار بالشغل وبناتي كل وحده مع جوزها، بدك يعني عفه من قعده البيت؟ بس يا حبيبتي يا عفوره مو سيرفيس. معي هالمبلغ بدي اشتري فيه سيرفيس واشتغل عليه بنفع وبستنفع. شو رايك نفتح لك نوفوتي؟ مالي خلق على النوفوتي، انا بدي سوق سيرفيس مشان ما ضل محصوره بين اربع حيطان. لك يا عفوره انت عمرك سمعتي مره سايقه سيرفيس؟ لازم يكون في اول على طول، كل شغله فيها رقم واحد. جاجارين لما اقلع الفضاء لو فكر انه ما حدا اقلع قبله ما كان طار. كولومبوس لما ابحر على امريكا لو فكر انه ما حدا راح قبله ما كان راح. دائما في الرقم واحد. مشان الله نبيل، مشان الله لا تعمل لي جاجارين وكولومبوس، امي بدها تشتغل سيرفيس، قصدي على سيرفيس. عظمه الخطوه ما بتجي من طبيعه العمل، عظمتها بتجي من كونها عم تطرق مضمار مو مطروق من قبل المراه بمجتمعنا من قبل. مو مطروق؟ تطرقه وحده ثانيه، مو ضروري امي اللي تطرقه، العيب تطرقني وتطرق افكارك. انت هرة، انا ما راح افرض عليك رايي عشان ما تكوني ديكتاتوري، بس انا شخصيا بفتخر انه تكون مرت عمي رائده بايونير. رائده؟ بدك تجنني نبيل؟ امي رائده. قال شو؟ امي رائده. امي رائده. لك شو رائده ما رائده؟ امي مجرد ما تعلن نواياها الحسنه بالحاره رح نصير مسخره للرايح والجاي نبيل. لك بقص ايدي من هون، رح اقص ايدي من هون اذا بعد كم سنه ما بنعمل فيلم سينما جاد عن مرت عمي اسمه سائقه السيرفيس او مسرحية ملتزمة اسمها خلفي مقود امرأة او مسلسل هادف اسمه ملكة الفيتيز. كبير يستر على حرق مامتك يخلي لك صحة. لا تحكي هالحكي قدامه بيكبر راسه اكتر ما له كبير. على كل حال انا اتصلت بنزيها وقلت لهيفا وكل ياهتم ضد. بس انا مو ضد. ليش مالك ضد؟ لو امك ورا الدركسيون كنت كمان مو ضد. امي ما بتعرف السوق. اي بعرف، كل اللي بدك اياه انه امي تتبهدل لانك ما بتحبها. ايه ما بحبها، من جهه بحبها ما بحبها، بس ما بحبها تتبهدل. ليش يا كان مالك ضد؟ يا تكون صرت متحرر مثل نبي. انا مثل نبي متحرر، بس انا قصدي انه امك اذا اشتريت الميكروب تشغلني عليه وارديتين، وهي بتشتغل وارديه يعني بننتفه. ما بدنا هالمنفعه، ما لنا بحاجتها. وليش بقى يعني اذا اجانا 10,000 ليره بالشهر كخ؟ يا كان لا تحضر الاجتماع. انو اجتماع؟ هلا بده يجي نديم ونزيها وبدنا نجتمع كلياتنا سوا، ما بدنا حدا يشجعها، هي مو لقيانه دفشه لانه لفي لي لبنان. ما بدي. نديم نحن كم اوضه عنا؟ 3 مرت عمي وحمام وشو اسمه ومطبخ، صاروا 7. ماما هلا شو جاب الحديث على الغرف؟ خلينا موضوع السيرفيس. انا بموضوع السيرفيس عم احكي. 7 × 4 انت متعلم ومثقف، قديش بينحسبوا معك؟ 28. اوه خلينا موضوع السيرفيس ماما. هلا حسابات شو عم تحسبي؟ عم بحسب الحيطان. ليش؟ مشان اللي مو عاجبه يدق راسه بالحيط. عنا 28 حيط، حيط ينطح حيط، انتقب الحيط بيغيره. شو؟ ما بدك تدخل تحضر اجتماع الاسود اللي جوا؟ وليش اسود بقى؟ انه كل اللي قاعدين جوا بيمثلوا التخلف مع دمرت عمي. اخي انا خليني على الهامش. لك انت جوزها لازم تكون من اول السطر مو على الهامش. هلا لا تدفشني وتشوف ما اشحشني، بالاخير انا بدي اطلع بسواد الوش. لك لا تخاف، المخلوقه ما راح تاكلك، انت وقف معها قول ايه بتكون مرتاح. ما بقدر. يعني ضد؟ لا مو ضد، بس ما بقدر اقول لا، لانه اذا بدي اقول ايه انت بتعرف شو بده يصير. شو بده يصير يعني؟ اول شيء بتنبسط، بس بعدين لا سمح الله اذا صار معها شي حادث بدها تخليني اندم على الساعة اللي قلت فيها ايه، بدها تخربق الشغلة كلياتها براسي. شو؟ على اساس لو ما انا قلت ايه كانت هي ما اشتغلت هي الشغلة. إذا امشي امشي، اذا قالوا ما تفوتوا رح رد عليهم نحن ان انعزلوا مرت عمي مشان يفردوا فيها. يلا امشي. اخي انا خليني للاخير، اذا بتنحل هي الشغلة بدوني بلا ما تورطني. اجت 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 يخرب بيتك الدار بتجي على خطي. ماما مو مشانك، مشانك، فكري بالامر الله يخليك. وانتو شو دخلكم؟ لك شلون شو دخلنا؟ انا موجهه وجوزي رئيس قلعه، ميسون دكتوره شقيقتي وجوزها مهندس، يعني شو بدها تحكي علينا العالم؟ وانا؟ لا انا معليش؟ لا وانت كمان، بس انت لانك مو متعلمه يعني ما بتفرق معك كثير. وجوزك مو متعلم ولا له اي موقع وظيفي، يعني كمان ما حدا ساله. ايه ليه؟ طالما الشغله فيها تمييز
انا مع امي. امي اشتري كاميون مو بس سرفيس، وانا راح اشتغل معك معاون كمان. وها ايه احكي لشو، بدي اسمع رايك. انا اول مره بشوف الايه معكوسه. ايه شو؟ صراع الاجيال. اول مره بشوف الاباء متحررين والابناء متخلفين. مو تخلف يا اخي، انا من جهتي ما حدا متحرر قدي. تزيها في شي مره حرشت عليكي ما تروحي رحله مع المعلمات؟ انا شي بالعكس، دائما عاطيني حريتي. ولما اجتني بطاقه دعوه على المسرح اخذتك معي ولا ما اخذتك؟ اخذتني. انا مع التحرر، بس الشغله مو شغله تحرر او تخلف، الشغله شغله محافظه. انا بعرف المحافظه على الاخلاق ايه، على الشغلات الكويسه ايه، بس اي شغلات ما بتدخل بالشرف والاخلاق المجتمع اللي بيكبتها انا بعتبره مجتمع متخلف. مجتمعنا متخلف، انا ما بقول له مجتمعنا لا متخلف ولا شيء، بس في فئه متخلفه ما بتجي الربع بدها تفرض رايها على ثلاث ارباع الباقي. هلا لا تعلوا قلوبكم وقلوبنا، انا بدي اقدم على الفحص وبدي انزل اشتغل على السيرفيس. اذا اخذت الشهاده ان عجبكم عجبكم، وما عجبكم بحفظوا نقطه انتهى. عن اذنكم رايحه احفظ اشارات المرور انا. هيك لك شايف كانه هن بشر ونحن بقر. شو يعني اذا ما صحنا نتعلم ما عدنا بني ادمين نحن؟ فيفو حبيبي لا تهز بدنك ولا على بالك، انا هذا صهرك لسه بدي دجه بنص وشه. بدي اقول له يا شو يعني رئيس قناه؟ بتعرف شو يعني رئيس قناه؟ شو يعني؟ لا بيحلوا لا بيربط. ولا هذيك الثانيه موجهه موجهه. شو يعني موجهه؟ يعني الموجهه نازله بالافه. موجهه موجهه بتكون ما عرفت تدرس ولا ماده، بيقوموا بيعطوه عصاية وفلتوه على هالطلاب بالباحة. ولا هديك الثانية ميسون لسه هلكونا فيها دكتورة ودكتورة، اي مو هي تاخذ الشهادة بالأول؟ صحيح، أمك معها شهادة؟ إمتى أخذت شهادة؟ ما بعرف أنا. أخذتها بالست نجوم شو نسيت؟ ولساتها بتعرف السوق لقدام ما بتعرف ترجع أنارية؟ لا بتعرف وصارت تشحت كمان. ماشي، بكرة أمك بس تشتري الميكرو بدي أشتغل أنا واردية وأنت واردية وبدي أعلمك أسواق. موافقة، بس على أنو خط نشغله؟ رحبك يا رجاء. لفي على راسي. شطورة كثير شطورة. طيب هلا هي 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 أني يا زبال مرض لك عربيريا لسا بتقلي أني ممر حيوانات أليفة. الله عليك كمان بعدك هلا كمان هلا هي غمضي عيونك عم تشوفيني وأنا عم حط هو هو هلا هي هي يلي بقلن المرض. ممر لراكبي الدراجات الناري. اخر وحده بقينا عندك رجع هلا هيك اذا عرفت كيف تنجحي. ها هي هي لك انا لك هي ها هي انحناء خيراتي انحناء خيراتي على اليمين. وينك؟ هيك هالباب ليش راسي بس حلو اثر علي يمكن نبيره يطلع لك 100 نبيرة. روحي ناجحة خلاص. أعطيني لكان النقيفة لأتصل مع أبو الغصن. وليش النقيفة تتصل بأبو الغصن؟ ليش أبو الغصن بيشتغل بالمرور؟ بجوز بيعرف حدا هنيك لأنه من نفس السلك. شو بدك فيه؟ طالما حافظ كل الإشارات؟ تحسبا كل الناس عم تروح بواسطة، مش حتى ما أروح أنا بواسطة كمان؟ شو بدك فيه أنت أبو الغصن؟ أنا من رأيي تيمين من بالك، طالما ناجحة وناجحة ليش بتكسبي من نيته؟ أبو الغصن ما بيحملني من نية، بده خدمة إلي. بده خدمة إلي. بالله لكن لأنه كله غاية معي. غاية شو؟ غاية شو؟ ما بتتذكري؟ نسيتي؟ عفورة نسيتي؟ مو كان بدي إياكي قبل ما أعرفك أنا؟ أنت وياه طلبتوني بنفس الوقت، رفضته إله وقبلتك إلك، من شو خايف؟ ما رفضتي إله وقبلتيني إلي عن حب، بس قبلتيني لأنه أنا ما بجيب أولاد، ورفضتي إله لأنه بجيب أولاد. إيه تسلم لي شو حساس، شو اللي اختلف بالأمر بقى؟ اختلف بالأمر إنه أنت هلا ما عاد تجيبي أولاد، يعني ما بتفرق معي، وبجوز تتخلي عني. شو عم أهدس فيه أنا شايفني؟ كل ما هنالك بدي مساعدته ونقطة انتهى. ابو غصن غير موجود، انه في المناوغبه التوقيع ابو غصن.
والعمى بعيونها العمى، شو عم تلفلي بالمنجنيق هي؟ وين وين هذول؟ يعني ما بصير نتصبح فيها؟ بركي المخلوقة بدها شيء ما بدنا نعرف؟ قلت لها انك مناوب، ما رح تعتب علي. خلصت المناوبة. أكيد عفرة بتعرف إنه مناوبتك ما حتى مدى الحياة، وبتعرف إنك رح ترجع على البيت، لو بدها شيء كانت اتصلت فيك اليوم. جوريا؟ عيوني. بقميص النوم لاحقتيني له؟ من غيرتي عليك. ورق دور. أصلاً أنت هذا اللي شاطر فيه، ورق دور. أمام سر. يبعد حلم أنا حظي شو معك. أصلاً هذا اللي حاريني قلبي. صباح الخير ريبال. صباح النور. الست عفرة موجودة؟ كلمكم. تفضل جا. صباح الخير يا ست عفورة. أهلين أبو غصن، وينك مبارح؟ اتصلنا فيك ما لقيناك. كنت بالمناوبة وأنا جاي مشان الخصوص. إن شاء الله ما في شي عفورة. شو بدي أقول لك أبو غصن؟ لك معارف أنت بالمرور؟ إيه نص بالمرور معارفي. خير بتريد شي من هنيك عفورة؟ إيه بدي أقدم فحص اليوم. إذا بتريد تروح معي. ما تكرم عيني، مية طلب مثل هالطلب، إمتى الفحص؟ اليوم هلا رايحة. امشي، دقيقة ما كنت تشرب قهوة؟ بعدين منشرب القهوة هنيك عند الشباب، يا ريبان. أنا لازم أروح معكم. لا، والمطعم؟ شو المطعم؟ منسكره لكان تروحي مع رجال غريب؟ أولاً أنا مو غريب يا ريبان، وثانياً عفورة أخت رجال. امشي امشي عفورة. روح على المطعم، ما بدنا نسكره مشان ما نخسر من ورا تخلفه. تعال هيفاء، انت ما كان لازم تزعلي مني، انا مالي علاقه بنديم ونزيها. انا ما زلت بس ما قدرت اتحمل. كان لازم تقدري تتحملي، لانه نحن هدفنا الاساسي انه امك ما تشتغل بسواقه. بيني وبينك انا فكرت بالموضوع بس شفت انه ما فيها شيء، يعني شو راح يصير اذا امك اشتغلت بسواقه؟ راح تقل قيمتها يعني؟ لا، هي ما راح تقل قيمتها، نحن اللي راح تقل قيمتنا. بتعرفي شو بدهم يقولوا العالم علينا؟ شغلوها بالسواقه مشان يتبغددوا على حسابها. ليه؟ ما حدا رح يقول هيك، اصلا كلياتنا رح نشتغل معها. هي رح تشتغل الصبح على الميكرو وعجبه رح يشتغل المساء، هي وعدته. انا بحب الخير لعجاج، بس بيني وبينك بتمنيتها ما تنجح بالفحص. شو ماما؟ بتقولي مبروك، يعني نجحتي امي؟ نجاح باهر، ما وقعت ولا قمع، غيرت اربع غيارات للسيارة وما طفت. امي يعني نقول فول ولا نستنى حتى يصير بالعدول؟ قولي، الشهادة رح اخذها يوم الاثنين. لا 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 لا، يعني لزمتك مساعدة ابو غصن؟ لزمتني، لكن ما لزمتني الله يوفقه، ربط لي القمع بالخيطان وصار يسحبهم من قدام الدواليب كل ما شافني جناح. امي ضربتي لك شي فريم قوي لحتى ضارب وشك بالكيدون؟ لا ولا فريم ضربت، ما قالوا لي ضربي فريم. يا كان شبه وشك امي؟ وانا راجعه من فحص السواقه نطيت من السيرفيس. الله يصلحك، حدا بنط من السيرفيس وهو ماشي؟ امي ما كان ماشي، كان واقف. يا كان امي كنتي افتحي الباب وانزلي على مهلك يعني. امي ما قدرت افكر ساعتها، كان في كميون مدوبل قبالتنا، قلت فات فينا نطيت. وضربكم؟ لا لا ما ضربنا، هو ضرب فريم. ها لو ضربنا كان جابنا بالدحداح ونقطة انتهى. يا كان امي من ايش هيك مناخيرك مطربشين طربشين؟ واحد وقت بنط من السيرفيس وين بيجي؟ على رصيف. يعني وين بده يجي امي؟ ببلاد برا بيجي على رصيف، هون بيجي عند بياع الصوبيات. واجيتي جوات المحل؟ لا قدام المحل، بس الله لا ي...
يوفقه ولا يدر له الخير. إلهي وسيدي مولاي، مو تارك تنك مصدية، مو تارك بورية مصدية إلا مجمعة قدام المحل. يا كان مشان يعرفوا إنه مصلح صوبيات مو معمل الكمبيوتر هذا. وجع شو عملت؟ شمتاني بمناخيري. طيب إذا نشرنا المقال وحماتك الست عفرت بدلت الفحص، شو بدنا نقول للقراء؟ لك أخي أنا عازرك على فنجان قهوة، إذا نجحت الهجرة، ما نجحت الهجرة، أنت بتكون كسبت فنجان القهوة وأنا بتكون كسبت عزيمتك. أنا مش فارقة معي، بس يا أخي بيظل في شيء اسمه قراء. أنا بدي إياك تاخذ السبق، لأنه بعد ما يشوفوا الناس مرت عني بالسيرفيز رح يصير ضجة إعلامية ما لها مسي. يا شوي للشقفة منيحة عمي أكلتي نصهم تعال بيل هون أنا خير أعرفك الست عفرة البرعت حماتي تشرفنا وسبت العام أهلا وسهلا خير يا أخي شو في منصور من مجلة الوهج حابب يعمل معك مقابلة مرت عمي ليش شو عاملة؟ على وشك تعملي مأثرة يا مدام متي شو هي؟ مأثرة 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 عمي لا يعني عمل عظيم مثل بروميثيوس وبرسيوس وهالشلي هيك لك السواقة مرت عمي أول مرة رح تسوق سيرفيس بهالبلد رح اعمل معك مقابلة بس على شرط تفضلي من هلا عما إلا صورتي قدام دعاية جرابات ما بتحطها ولا بتحط أي دعاية تانية من 5 نجوم لهلا كل ما لعما تكتر أعدائي طبعا طبعا نحن ما بننشر دعايات أبدا والصحف اللي بتنشر دعايات نحن بنحتقرها احتقار شديد الدعايات ما بتهم الغراء بعدين معقول يا مرت عمي أنا أجيب لك صحيفة تكون مو ملتزمة أستاذ منصور معلش يعني هيك ممكن انا فوت معكم بالمقابله طبعا راي افراد الاسره بهم الغراء راي افراد الاسره بهم الغراء تفضلوا تفضلوا على اوضه الضيوف سيبوني سيبوني مرت عمي سيبوني تعال فاق سيبوني شو بدك مزول ليش زعلاني ليش زعلاني ما بيكفي دفشتوها لاني على الشغله كمان جايب للصحافه مشان الفضيحه تكون مطنطنه ما هيك بالعكس انا جبت الصحافه مشان الشغله تاخذ ابعاد فكريه ما بدي اعتبره مثل اي حدا صعابي اصلا انت ما بيهمك غير الابعاد الفكريه تبعاتك اما مشاعر واحاسيس العالم ما بيهمك بنو شو بدنا ميسون انا ما كنت افكرك رجعيه ومتخلفه لهالدرجه انا كنت افكرك اول وحده رح تقف عمرت عمي مو ضدها انا لو بيطلع بايدي كنت حبست لامي بالغرفه وسكرت عليها بس ما بدي العالم يقولوا عني اني بنت عاقه لا انا شو قلت يا بنت معك هالقرشين بلا ما تجمديهم اشتري فيهم سيرفيس بتنفعي وبتستنفعي طيب مدام بتصور الناحية الاقتصادية اشبعناها خلينا ننتقل على الناحية الفكرية بتم غراء نحن جيلنا يعني انا ونبيل والشلي بسموه جيل الترجمة ليش؟ لان نشأنا على الاعمال المترجمة مثل موباسان وسارتر وكامو وديستوفيسكي وفيشنيفيسكي وستانيسلافيسكي انتو جيلكن على شو نشأت؟ على البرغ الفسكي بتضحك كلكم هيك بتضحكوا يعني هذا هو السؤال يعني انا اللي قصدته الزاد المعرفي زاد الوعي شوف لاقول لك شغله انا اللي بتذكره نشأنا نحن على البرغل واحيانا وقت بيكون الدنيا سقاعي برد يعني بنعمل كشك وبندبح وبنعمل كربيش فسكي فسكي طيب. ممكن اخذ لك صوره مدام لا ليش الصور عندي 3 صور راح اجيب لك اياهم على السريع انا استاذ صورني الي قاعدي لهون خليني اخذك فاس فاس يعني مواجهه يا كان بس من اللي ايوه يلا استاذ بعدين هيك خليني اخذك بروف بروف اللي يعني جنابي تفضلي امتى بيطلع صور استاذ بكره مرخي اللي عندي خذيهم بعد الظهر طيب اعطيني عنوان هذا المحل تبعك الاستوديو مشان اروح جيبهم استوديو بيت بيت طيب لكن يا كان عطيني عنوان البيت مشان يروح جوزي يجيبه متجوزي بكره ببعث لك هون مع نبيل المقروض لقيت لك احلى 3 صور عندي خالد مين هو هذا مو انت يا مدام لك لا هي انا نفسي بس من 20 سنة ما بصير بضل في شغله اسمه غراء ما بصير حكي لا تعملي غراء مرة بعدين القراء يشوفوا واحدة حلوة أحسن ما يشوفوا واحدة شعرها منكوش ما صح اللي يروح على الكوافير أنا يا كان أمي كل يوم بتروح يعند الكواية ما لي عرفان تاني جاية
يا منصور شلون شفت اللي حماتي؟ ما بعتقد راح يشوف هذا المبلغ، فضيحه قدام الغراء. ليش؟ كل اجاباتها متمحوره حول المصاري، فكريا صفر على الشمال، ما عندها اي هم لا وطني ولا اجتماعي، نحن بيع عندنا نوعيه من الغراء. انت اشطب الحكي اللي حكيته واكتب الاجوبه من عندك، لا تتقيد بكلامه. انا مشانك، خايف مرت عمك تزعل لما تقرا المقال. ما بتزعل لا تخاف، اصلا مرت عمي ما راح تقرا حتى تزعل، امشي امشي. يلا عجوي مثل ما اتفقنا. عن جد ماني مرتاح. لا مشان ابني شو حكيت؟ ما مرتاح كثير. يلا ما. يا جماعه انا بهالمناسبه هي لانه مرت عمي اخذت الشهاده لامومي، انا مألف لها غنية خصوصي لهالمناسبه، رح اسمعكم اياها. غنيني لك قاسم، انا بحب قاسم كثير. لك منو هذا قاسم؟ انا ما بغني لهيك مطربين، انا ما بغني غير كلماتي والحاني. هلا هلا شيلونا من هالسيره، انا بدي غني. دق لي اشوف لك عندك على الدرب بعود. لك هيدا قاسم؟ لا هيدي الفلكلور من عندنا من الدير. دق لي اياها لشوف، انا بدي غنيها للست عفوره. ماشي معناتها وينك؟ رح دق لك بس اقول لك ده بتفوت. ايه ده وبينها. يقطع العمر اللي بيني وبينها. لك بتعرف انه معي الضغط بتكتر لي ملح للاكل، بتعرف معي نوبه قرحه بتعصر لي حامض للاكل، بتعرف معي شحوم بتطبخ لي بسمن مهترج. لك طقطني. بالعكسك يا ابو غصن، الملح كتير منيح للضغط، قول وكتر قد ما قدرت، هو والحد. لك بيموت احسن. كل هالعلل معك عمي ابو غصن ولسه ما عديت لك شيء معلول. عمو هيفا انا ما معي شيء مثل الحديد. اجيب لك محكمه هيفا ابنه، فهمت ولا لا؟ شو والله شو قلنا؟ كن على حالك ولا نسيت حالك شو سويت بهذيك الحلقه؟ بعدوا لي هيك لشوف. طول بالك عمو. طول بالك يا اخي، ما بصير تعملها هيك. بعد جورية. نعم. وراء الدور. اصلا انت هذا اللي شاطر فيه، وراء الدور امام سر. بعد كمل حظي شو معك. اصلا هذا اللي حار لي قلبي. منرجع نغني قول اصعد لك عدت اللي صعود سمرا يا امي رجعود اصعد لك عدت اللي صعود سمرا يا امي رجعود الضو. يلا قوم. قد الساعة هلا؟ شو بعرفني؟ يمكن صارت 5:30 6. تلفيلي لابني. قوم غسل بالاول شو لفيلي لابني. اخ ما بروح تلفيلي لابني. حاضر على راسي. يلا عجيه. انا جاهز.
بدي روح اتعلم عن المواقف والخطوط قبل ما استلم الشغل، ما بدي ودي العالم لمكان تاني بالغلط. خلوني روح معكم. لا يلا امشي. لو انا قلت اذا هذا كبت لي اياه. حاضر على راسي بهولي بهولي. هاي نتيجة شغل امك، اصلا انا هذا اللي كنت خايفة منه. شو قصدك؟ شو قصدي؟ هلا بدال انا ما اكون عم بدرس وعم حضر للفحص، عم بتفرغ للطبخ وللبطاطا. انتي شو فارقة معك؟ أصلاً أمك ما كانت بالبيت، لا كانت تطبخ ولا كانت تقشر بطاطا. ما بتشتري، بس طبخ بتطبخ. لك شلون بدها تطبخ إجا ما بتشتري؟ نبيل كان يجي، طالما نبيل عم يجي، كانت تطبخ. إيه يا ستي، افترضي إنه جوزك نبيل حطه يا أبوه تحت الأمر الواقع، وعايشين هلا أنتوا يا حالكم بالبيت، مو أنتي اللي كنتي رح تطبخي. لو نبيل حط أبوه تحت الأمر الواقع، كان هلا عندي عيادة، بس الله لا يوفقك يا دكتور جواد. لساته بدك لساته. بس شو عليه الا ما يطلع تقاعد ويحطوا غيره. وبدك تستني لحتى يطلع تقاعد؟ هاني يا هالسنه يا السنه الجاي. في فوق نعم امشي امشي، كون عندنا جوا. هي في فوق متعدي. ميسون فيفو ميسو ايوه ايه وين عمي؟ بعتتني مشان اتغدى لانه بدي استلم عنا ورديات بعد الظهر. كنتوا خبرونا لسه الغدا مو جاهز. اليوم عجاد عزمنا على حسابه جايب معه فول. التقيتوا صدفه ولا كنتوا متفقين؟ اليوم طلعت مع امك مستنفي صدفه انا. ليش موسى عم بيسوق عجاج مو انت؟ لا مو انا، امك ما خلتني لق الدركسيون. فيفو صحيح في قميص ازرق امك شحدتك يا مره، قال طالعي لها لانه الشرطه كثير عم يلبكوها مشان الزي. شو لفت لك لفه مرت عمي عن ساعه المساء؟ انا قلت رحنا ما في مجال. اصلا انا هذا اللي كنت خايفه منه. ايه بالعكس، شو في غير امك روحنا؟ احكي لهم عجاج. انا ما اكون محل مرت عمي مباشره بطرق الولد الصغير بلا ما اروح 14 زلمه. ليش شو صار معكم؟ بتعرفي جامع الكويتي؟ ايه. امك ماشيه نح جامع الكويتي بسرعه 40. ايوه. طلعت لها سياره من على اليمين، لا بقى فيها تشحط فرام ولا فيها تقرب لقدام، مباشره كوعت هيك وطلعت على الرصيف. طريق اتجاه واحد على الرصيف لقيت ولد صغير مترين كانت روحته. يا لطيف. ومرأة؟ لك ايه مرت عمي شوفيرة ماكنة واحد غيرها ما عرف ينفوت، مشان ما تروح الولد مباشرة كسرت عشمة. مشت السيارة عند نبيل، عم يسوي بالكاب. شو سووا؟ كثير حاجة صار يسبقوا. افتحي علينا لسه ميسون، افتحي ميسون سريع. انا دكتورة بدي ادري. اهلين عمي ابو غصن، في شيء؟ مرحبا ميسون، عجاج عندكم؟ ايه عنا. خير ان شاء الله؟ ما في شيء، كله خير ان شاء الله، لاني دقيت عليه الباب ما حدا فتح، قلت يمكن يكون عندكم. ايه عنا. في شيء؟ يعني ميسون مشان ما تنأذيها. ايه. الست عفوره بخير وبصحة جيدة. شوفي ابو غصن، ليش عم تحكي هالحكي؟ ما في شيء. محتج زينب باب مصلى، بس بفرع المرور، لأن ضربة رجال جنب البريد عند محطة الحجاز. أنا هذا اللي كنت خايفة منه، أنت هالحكي؟ من شوي خبروني من هنيك على الحادث، لأنه المناوب زميلي. بدك يحب سوا؟ لا، اتفقت أنا والمناوب زميلي إنه نحط عجاج محل أمك على أساس بإنه هو عم يسوق السيارة محل الست عفورة. أنا ما بتحطلو، أنا ما سئر. ما في غير هالحل يا عجاج نهائياً، مشان مرت عمك الست عفورة. ما تنام 24 ساعة بباب مصلب فلع المرور عند المناوب زميلي. بس 24 ساعة؟ بس 24 ساعة لريسما ينتهي التحقيق ويطالعها القاضي من عند المناوب زميلي. وبركة حكموها 6 شهور حتى لو حكموها سنة. شو يعني نترك أمي بالحبس؟ دفيلي لبنة كبتلتو. هاي وساطة أبو غصن، كنتي لحصيري بنت حبوس. قلت لك يا عفورة هالشغل مو شغلتي، خليني أنا أشتغل على السيرفيس ما رضيتي. لك ليش مو شغلتي؟ هو الحق عليه، لكن ليش أسقط حقه؟ شلون بقى الحق عليه؟ الإشارة شيت المشاة حمراء، نط مثل القرد قدام السيارة، ما شفته إلا عم يضحك. شو أعمل له يعني؟ وإذا كان الحق عليه ليش عفطوكي؟ لك ما بدهم يا دب يحققوا بالموضوع، هيك دغري بدهم يصدقوني ونقطة انتهى. هيفاء عجوان، شو رجعت؟ الحمد لله على السلامة. رجعت لكمان شعرت؟ سخنتي لي مي؟ ايه 5 دقائق وبتكون جاهزة. صعبوا لي الشهادة مشان امك. لك شلون سحبوها؟ مو اساس الحق على الرجال؟ مو لاني ضربته، لاني هربت. من وين هربت؟ بعد ما ضربته. لا
لك شلون هربت؟ شلون هربت؟ اجا انت ما كنت موجود اصلا. لكن شلون زبطوها مشان يطالعوا امك ويحطوني محلها على اساس انا ضربته وامك ركبت بالمكرو مشان تصفوا على جنب؟ رح اسوي لك لبنه. ما بدي لبنه، لا تكبت لي شيء. يلا عشية. ايه شو بدك؟ صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو ما بدك تطلع على الشغل اليوم؟ سحبوا لي الشهادة. امبارح قلنا شيد المرور انه راح يسحبوا لك الشهادة، قلنا. شلون بدي اطلع على الشغل يعني وسحبوا لي الشهادة؟ اشتغل معاون مو ضروري شوفه. ماشي، بس تغيروا علي. يلا وين عشية؟ عادي. بعدين بيعمل وحدة غيرها. المهم مرت عمي ما تتبهدل مشان المشروع ما يفشل. أنا مشروع؟ اقتحام المرأة لمجال القيادة العمومية. أنا متأكد ظهور النساء في هذا البلد وبهذا المجال متوقف على نجاح تجربة مرت عمي. حبيبي هيك المشروع بينجح حالمي. بالأول بس بعدين بصير عادي، المهم إنه الأمر يتكرس. المهم تمضى على خير وما يصير معنا مثل ما صار امبارح، افتحي الباب بس. شو رأيك تفتحي هالمرة أنتِ؟ افتحي أنتِ. ايفا انت وين بيتك؟ هون ولا هني؟ هني فلاش. مو كل مره بدي اجي لعيكي هون. لك شو بك عجاج؟ ليش معصب؟ ماني معصب، ماني معصب. شوفي هيفا، هلا اول شرط اخره سلامه، انا ما بدي يصير معي مثل ابو غصن طلع باخر حياتي. ليش ابو غصن طلع؟ على وشك، عم يستنى قرار المحكمه، هلا شفت مرته عم تاخذ اغراضها من بيته. لك شو جاب لجاب؟ الله عم تشبه هيفا لابو غصن؟ يا اخي ما عم شبه، ما عم شبه، بس كل ما بدي اجي على البيت دور على مرتي عند جيران. هون مو جيران. هون اهلي. فيفو انا اسف، لا تنزل ما يعني انا معصب شوي. ميسون صعيد سكرت قال امك لفي لها سندويشتين لبنه دعبين. اهلين ابو غصن. اهلين ابو غصن. مرحبا. اهلين وسهلا. لقيت عليك الباب ما حدا رد، طلعت انت هو مرت عمي داسه حدا؟ لا مو حدا، شي شي. شو؟ سياره. بس ولا يهمك، الحق مو عليها، عيارها 24 ساعه. يعني بيطالعوها؟ بيطالعوك الها. زبطناها انك انت كنت عم تسوق مشان ما تنام مرت عمك الست عفوره. عمي ابو غصن انت شلون يعني هيك دغري بتعرف؟ امك عم تتحامى فيني بالمرور، بتقله للمناوب زميلي ابو غصن جارنا، بيقوم المناوب زميلي بخبرني عن مغبار. وين يا عشر؟ خلني انا هو دوبل على خطنا ما قدر يرجع شوي، شو اعمل له؟ لك هلا اذا كان هو حمار انت ضروري تضلي طاحشه. وقفي. وقفت بس هو ما معه فريم. عفوره انا من رايي هي شغله السواقه والسيرفيس، بطلي لي اياها. مو كل مره يعني بدك تعملي حاسس ونطالعك من مخفر. وقفي بقى. شو وقف؟ بتعرف قديش عم طالع بالنقله انا؟ قديش؟ السيرفيس العادي النقلة بتطالع معدل 50-60، أنا عم زد 100-150. أوف، ليش شوفي عندك كراسي أكتر يعني؟ لا، بس العالم بيشوفوا حرمة سايقة سيرفيس بيطلعوا مشان يتفرجوا عليها بس، في عالم ما بيكونوا رايحين لمحل، بيطلعوا موقف واحد مشان يشوفوني. شوفي عفرة، تدخلات أبو غصن ما عم تعجبني أبداً، خاصة بعد ما طلع مرته، كل يوم بيطالعك من مخفر، لو بعدين أنت جلقتيه كتير، شو هي عفورة عفورة؟ مخاوفك كلها ما لها طعمة، أنا وأبو غصن ما خلقنا لبعضنا. في وحدة هيك، ضليت تقول لجوزها مخاوفك بلا طعمة لكبتها مي باردة. رح أقول لك حتى طمنك، بس وعدني ما بتزعل مني؟ لا ما بزعل. أبو غصن ما بينحكي، أنت بتناسبني أكثر، ما بترد لي كلمة، وبتنحكي. لأنك غالية على قلبي. عفورة تحبيني؟ ما بكرهها. ما تكرهني. مرحبا ست عفرة. اهلا وسهلا، بس انا مو عفرة، انا الدكتورة ميسون. نحن من محطة الاس بي سي، بدنا نعمل معها لقاء لبرنامج المنزل العربي. كملي. اهلا وسهلا، تفضلوا. لا سكري الباب، في ورانا مندوب اذاعة اس بي سي ان اف بعم يمد الكابل وبده يعمل بث مباشر. عن جد؟ نعم. ايه تفضل. يلا. ايه جاي. اصلا انا شو شغلتي بهالبكره؟ افتح باب سكر باب. مرحبا ست عفرة البرعط. يا ميت اهلين وسهلين، بس انا مو عفرة البرعط، انا ميسون الدرجي الدكتوره بنتها. نحن من محطة دبليو جيم، جايين نجري معها مقابلة، موجودة؟ ايه فوت اجري.
بس ما تفكري جايين ورانا عالم. ايه على عيني. مرحبا استاذ عفره البرعود. انا مو عفره البرعود، انا الدكتوره ميسون الداجي بنتها. نحن من محطه الحيبيه نتورك، بدنا نعمل مقابله مع الست عفره البرعود، موجوده؟ موجوده، تفضلوا. بعتنا الغالي ابو حازم. ايه تفضلوا. شرف شرف، سجل سجل. يلا ها. مين؟ أهلين. مرحبا، التقينا الآن مع السيدة عفنان البلعوم. أنا مو عفنان البلعوم، أنا الدكتورة ميسون الداجي بنتها. عفنان البلعوم عم تتحمى، بعدين أنت مذيع أنت؟ أنا مو عفرة يا جماعة، مو عفرة، أنا ميسون الداجي بنت الدكتورة. صمونا هالسؤال صاروا سائليني إياه شي 26 مرة، مليت وأنا جاوب عليه. ليش كم لقاء عملتي؟ 26؟ أكتر، بس مو الكل سألوني هالسؤال. 26 لقاء سويتي؟ أكتر، أكتر بكتير. كل الفضائيات اللي بتطلع حدش عملوا اليوم معي مقابلات. طيب ماشي، إذا مو عاجبك هذا السؤال منغيره مشان ما تتلبكي. لا لا دخيلك، لا تغير لي السؤال، لأن هذا السؤال صرت جاوب عليه كرج المي، عرفت كيف؟ إذا سألتني سؤال جديد بتلبك وبصير أرجف، لأن أنا بشوف غيري شلون بيعمل مقابلات وهو عم يهز عم يرجف ورجف بيكونه. طيب طيب ماشي، تكرم عينك. أنا ما دع... أنا ما دعست للشرطي، هي اللي دعسته. مو أنا، مو أنا اللي دعسته، مو أنا. لا هم بدي عزوه عزوه اول ما بدها تروح على الشغل. شغل بدي الساعة صارت شو بعرفني، طلع الضو صارت شي 5:30 6. قومي قومي لفي لي لبني، لفي لي 5 مدعبلين و3 مسطحين، انا بدعبلهم بالمكرو. قوم غسل بالاول. ما بدي غسل، بدي نام شوي. ايوه انا بتعملهم لحالك. مو انا دعسته، هي دعسته للشرطي. يا رب تفتح هذا الشيء اليوم. وين عمي؟ وين؟ صباح الخير. صباح النور. شو لوين؟ على الشغل. لا ارتاح انت مشان تاخذ عني بعد الظهر. ليش بقى شو ناوي ترتاحي بعد الظهر؟ اخ يا ريت. شو ارتاح؟ مواعده محطه الاخ تي في ومحطه البخبخ وجريده الهوداش. وين بدي اتاخر عليهم؟ ما بقدر. مرت عمي ما شاء الله عليك، بس بدي اسالك مرت عمي، انت بده تعني بعض المقابلات هاي؟ شي اليوم شي بكره شي بعد كذا شهر حسب هن برنامجه الفضائيات، انا ما بقدر استرجع. مشك عبى المحطة ارضيات وفضائيات. مرت عمي لازم تشتري ستلايت بقى مشان تشوفي هالمقابلات. ما قلت لها؟ لا ما في داعي، قلت له لابو شاب يسجل اياهم كلهم على الفيديو، ما في داعي للستلايت. لا عليك مرت عمي، مرت عمي اعطيني ايدك لبوسها والثاني بوس رجلتينك التنتين اليوم بس سوقي على مهلك. ايه حابب نام بالبيت، خذي هي لبني، في منهم شي مدعبل وشي مكبتر وشي عادي. ها بيلزموا. مخ الها عاد تفكر فيه؟ الها مخ مثل مثل رشا. عيون الها حتى تشوف فيها؟ الها عيون. ها مثل مثل رشا. ايدين الها حتى تمسك دركسيون وتنقل بالفيتيس؟ الها ايدين كمان مثل مثل الرجال. رجلين الها حتى تدعس بنزين وفرام ودبرياج؟ لك حرام عليك، سلت اللي عفيت لك، ما تقبل اكلك اخي، بطلت اكل بطلت اكل مشان شو كل الاسئله ابوس ايدها مشان شو؟ مثل مثلي، ليش شو عاملين لي هالضجه كلياتها وصحافه وما بعرف شو يعني؟ على ايش؟ ما ماني فهمان على ايش؟ كنا عاملة شغلة ما حد عامل مثلها. حكيك مظبوط، بس بما اننا بمجتمع ذكوري ابوي، نمط انتاج اسيوي، فالشغلة فيها غرابة، شلون امرأة خلف المقوى؟ بس هذا كلياته مو مبرر. يعني إذا كان بدهم يعملوا مقابلة صحفية مرتبة لازم يعملوها مع جوزها، لأنه هو اللي ورا الشغلة، لكان لأنه ورا كل مرة منيحة في رجال عظيم. عميري بعد هالحكي يا ريت تحكي لغيرنا مو قلنا. ها يعني هذا اللي عم بحكيه كلياته كان علاك؟ ايه طبعا علاك، لانه انت من الاول كنت ضد الموضوع بس ما استرجيت تحكي، وامي لو ما كانت قد حالها ما كانت اشتغلت.
يعني انت غيرتي رايك؟ حسبتها لقيت ما فيها شيء، شو فيها اذا امي اشتغلت بسواقه؟ لك روحي يا عمر البطن اللي جابك. لازم نحط لها حد، تمادت كثير امك. فعلا بلغ السيل الزبغ، اكثر من هيك ما عاد بتحمل انا. قال بدها تطالع شهاده عمومي، سكتنا. قال بدها تشتغل شوفيره، سكتنا. حطوها بالحبس اول مره، كمان سكتنا. حطوها ثاني مره، سكتنا. بس تشتغل على خاطرك للدين، شغلة ما بنسكت عنها بنوب. ليش شو بخاطرك للدين؟ لك يا أخي تشتغل على خط راقي، مو على خط الموظفين، كل موظفين القلم، مرؤوسين يعني، ساكنين فوق بالجبل. وأنا كل المعلمات تبعوتي بالمدرسة ساكنين هونيك. وشو فيها؟ شلون شو فيها ميسون؟ شو رضختي للأمر الواقع؟ ما رضخت، بس فهمت إنه ما فيها شيء. لك شلون ما فيها شيء يا ميسون؟ لك أنا صرت مسخرة بالقلم. خلصنا بقى نادين، خلصنا، شو بقى؟ هلكنا من العلم تبعك، شو بدك تعيشنا يا أخي على كيفك؟ لا يا عمي ريبال، لا تفهمني غلط، أنا لو ما بحبكن وبريدكن ما أخذت بنتكن، كنت دورت على وحدة تلائم المستوى الوظيفي تبعي. ليش أنا ما بلائم نادين؟ مو بس هيك، بس أنا يكون بعلمك، أنا لما أخذتك كنت معلمة صف سادس، وأنت كنت لساتك موظف صفر بالاستعلامات. بس الطريق مفتوح. لا ما تهتني. لا ستي بدي أهتك. صحيح انا كنت موظف بالاستعلامات بس هلا رئيس قلم وانت شكفت موجهه ما عندك اي افق تتطوري بنوب. طيب روح دور على وحده غيري عندها افق. نزيها لا تفهميني غلط، انا راضيان فيكي بس عم افهمك مستواكي مشان ما تتنمرضي. بس انا ماني راضيان فيك اصلا، لو ما كنت غبيه ما كنت رضيت فيك، ما حدا غيري بيرضى فيك. هيك لكان. ايه هيك لكان. ايه بتروحي بتطبي اغراضك وعلى بيت اهلك، ما بدي اخوة برا مثل حكايتك انا هون. صحيح طبها على ثمها بتطلع لعمها. انت اللي بتروح بتطب اغراضك ولا نسيت انه البيت الي؟ شو بدك يعني احط راتبي اجار سرافيس من هون لضيعها انا كل يوم؟ استاجر لك بيت بالجبل فوق. ليش راتبي بكفي؟ ما حتى استاجر غرفة فوق بالجبل، بدي قدو وفوق وما حتى اقدر استاجر غرفة. اوف اوف، ليش كل الاضرافة قليل؟ شو فكرني وزير؟ كلني شكفت رئيس قلم، حقني فرانك. شو صغري؟ بعلمي رئيس القلم أعلى منصب بالعالم، ولا هلأ غيرت رأيك؟ البكالوريا أخذتها شحط، الجامعة مواهب، وأنا ما عندي، عديم، وحسب ونسب ما في، بشو بدي أرفع رأسي؟ ترفني، شو الحكي هذا؟ قطعت لي قلبي، وانتي نسيها، مالك حق هيك، خلاص، سامحي مشاني. لا، أنا تقلعت من البيت بتسوى الدنيا عندي. انا ما بسامحها. شو انا صهري انت اللي افتعلت المشكله. ولو كان يفترض تحسب حساب اني انا رئيس قلم فوق، ما حدا بيحق له يقلعني الا اذا كان مدير فما فوق حسب السلم الوظيفي. اشي ايه تعال. الحمد لله على السلامه مرت عمي. شايفني راجعه من الحرب عم بتقلي الحمد لله على السلامه. زين. لا بس اليوم اول يوم بمرق سلم. سلم سلم، تنزل بكرة بتدفع لي المخالفة بالمرور. ليه؟ لك شو ليش؟ قطعت على الأحمر. الله يصلحك يا مرت عمي، حدا بيقطع على الأحمر؟ لا أنا أول شوفير وآخر شوفير بيقطع على الأحمر. لا مرت عمي بس أنا مش عارف مشان ما تبهدلي. في واحد جاكرني سك علي سرق لي الركاب طلع خلقي ونقطة انتهى. يا سلام ممتاز، بس لو ما حسيت بشوية وجع بظهري ما كنت اجيك هيك علي بالميكرو العجقة ما فضي ولا كرسي، زادت اليوم 1200 ليرة. ماما ديري بالك من الديسك، ها القعدة ورا الدركسيون كتير هي اللي بتجيب الديسك. بعرف تقبريني ميسون، هذا الديسك مرض الشوفيرية، بس انا شو عم اساوي؟ اخر الخط عم بنزل لي شوي عم بعمل تمارين رياضية. ماما نزيها جوا بغرفة الضيوف، فضي سلمي عليها. اخيرا سمح لها تطلع لحالها رئيس الألم. زعلت هي وياه، فوتي طيبي خاطره بكلمتين كرمالي. احسن منخلص من عقدته ومنخلص منه، خليه يطلي ابو شهاب بيدفع ما فوقه وتحته. بس ابو شهاب منظر على هيفاء مو على نزيها. المهم صبيه، نزيها ولا هيفاء نفس الشيء. مستحيل ماما ما تقولي هالحكي، انا ما بتجوز ابو شهاب حتى لو اتطلقت، بعدين ما تنسي انا موجها. وهو المطلوب، عندك خبره انت، بتوجهي على كيفك، بتديري مثل الحمار. ماما شيلي هالموضوع من راسك، انا ما ببدل جوزي بابو شهاب. صحي جوزي رئيس قلم حقه فرانك، بس يعني متعلم. ليش في امل ما تتطلقوا؟ طبعا في امل، بعدين شو نحن اول زوج وزوجه بيختلفوا؟ بدك تتركي له البيت وتعدي هون بخلقتي؟ لا
البيت إلي أنا بقعد فيه. لا بتعدي هون، ما بدي الناس يقولوا مطلقة وعايشة لحالها. ما بيقول، أنا إلي سمعتي بين الناس. لك ليش تضيعي شقة كاملة على حالك؟ عادي بأوضة ضيوف، أصلاً هاي الأوضة كانت إلي قبل ما تتجوزي. وبيتي؟ أعطيني المفاتيح بأجر لك يا مفروش. ما رح تصدقني، ما رح تصدقني، أمك عم تطالع بالنهار فوق الألف ليرة، وأنا لحد الآن يمكن ما بيطلعوا 100 ليرة. طيب شو السبب؟ ليش مالك حظ؟ مالي حظ لأنه أول ما يطلعوا المكرو بيشوفوني بيعملوا هي ورأساً بينزلوا. أوف، ليش بقى؟ بدهم يطلعوا مع اللي اسمها عفرة، يخرب بيت قلبهم، حفظوا اسمها كمان، ما بيطلعوا غير معها. شو يعني؟ إذا ما كانت موجودة بيروحوا مشي؟ لك لا، الركاب مو رايحين لمحل، عم يضلوا واقفين على الموقف مشان يطلعوا مع الحرمة اللي سايقة المكرو، بدهم يتفرجوا عليها. إلا الحقيقة، بركة دم بالسدة. فيلي لابني. نصحوني لا تشغلي قرايبك بينا بك، ما صدقت لحتى أتأكد بنفسي. طيب بشو بدي أحلف لك مرت عمي؟ لا تحلف لي ولا بحلف لك، من بكرة بدي أدور على شوفير شريف يشتغل معي. ما بدي واحد ينصب علي انا. يا مرت عمي يا عفوره، طيب خليني اشرح لك. لك روح من خليت، يلا مالي فاضيه لك، جاي بحطت الدي دي تي تعمل معي لقاء، بدي احضر اجوبتي على اسئلته، نلع ونقطه انتهى. بدي اشوف بعينك مرحبا عجل. اهلين عم بوصل الست عفوره. جوا أنا أبو قصر، ما بحكي كلمة إلا صح، ولا بتشوف بعينك. مرحبا ست عفورة. أهلين جارنا، تفضل. ما بقدر، أنا اليوم مناوي. هذا الأخ شافك على التلفزيون، قلت له إنه مدام عفورة جارتنا ما كان يصدق. تعال شوف أولاد. ما هذه اللي شفتها بالتلفزيون؟ إيه صدقت. صدقت؟ إيه صدقت. لا تشرب. لا يصدق حتى يا رهد شيء دمي. العمى صرت فرجة للرايح والجاي. ولي على بسي وعدينها علي بهاي هديك بهاي السيارة طولة في عمرها اشتغل حتى على لي. عجوي ماشي لك حدا بينام هيك سباحة؟ عجوي شبك ما بتروح الشغل؟ دي ساعة شو بعرفني، خمسة ونص ستة طلع الضوء. يمكن أمك ما ترجعني على الشغل. لك عجوي بوس إيده وحط على راسك بلكي بتحن، لك المهم تجيب اليوم مصاري أكتر. اليوم رح أجيب مصاري، لقيت طريقة أجزف فيها الركاب. اشتغل مع معاون الصبح بركة ترضى عليك، بعينك الله على ورديتي. لك مستعد اشتغل ثلاثة بس هي ترضى. عجوي عجوي رح أقوم ساوي لك لبني. عجوي في أنت إيه؟ مدعبلي. أنا مبسوط مبسوط كتير لأن وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري مهتمين بالموضوع. وأنا كتير كتير مبسوطة، كل المعلمات بالمدرسة عم يحسدوني. شو نزيها بلايك غيرتي موقفك؟ بيني وبينك أنا من البداية ما عندي موقف من الموضوع، بس مشان جوزي. أيوة. لك أنا كل العالم عم يجي لعندي على المطعم يسألوني هي مرتك اللي عم تطلع على التلفزيون، عم لهم إيه أنا جوزها للشوفيرة عفورة. وأنا مديرة المدرسة طلبت مني نظم رحلة للطلاب مشان يجوا يتفرجوا على أمي. عفورة صلت فرشة. بتعرفي شو عم افكر؟ شو؟ هي فاقعة بلا شغل، عم افكر نعملها دورة تسويق ونطلع لها شهادة وتطلع تشتغل مع مرت عمي. ايه دخيلك ودخيل هالأفكار، شو بدك تخلي كل نسوان العيلة شوفيرين؟ لا تشوفيها، خلي الظاهرة تتكرس. خاطرتكم تأخرت على الجامعة. ميسون استني وأنا تأخرت على شغلي. أنا أقتل واحد محظوظ، أنا جوز العفورة الشوفيرة. أنا شفت بالتلفزيون ببلاد برا نساء سائقات أتوبيسات. قلت لحالي نحن ما منقل شي عن الأجانب، يا بنت خوضي لهالمجال شمرت وخضت. ألا يوجد دوافع مادية وراء هذا العمل؟ لا لا يوجد تفاوع مادية بصراحة، لأن وضعي الممتاز جدا المادي، يعني معي مصروف وفلوس كتيرة، لكن أنا بدي أثبت للعالم إنه نحن مو أقل منه نهائيا نهائيا. مدام بالعادة كل شوفير بيحط أغاني بالسرفيس تبعه، حضرتك شو بتحطي؟ مين من المطربين بتحطي؟ حلو هالسؤال جدا جدا، ما في ولا مطرب مثل العالم والناس من الطرزة الجديدة، لا صوته ولا كلمة ولا لحنون، وأنا بصراحة ما بدي أرفع ضغطه للعالم. يعني حضرتك متحيزة للمطربات؟ لا لا دخيلك، المطربين عسلة عسلة عند المطربات، لكل مطرب إذا كان بشع نص مصيبتهم،
لكنه رجال اي رجل، بس المطربه مره لازم تكون جميله وحلوه. يعني المطربه غير جميله؟ اذا حلوه بيكون صوتها مو حلو، صارت مطربه لانها حلوه ودقنها ظريفه وناعمه. عفوا شو قصدك؟ ما فهمت. لك لفه بقى، هلا بدك الرقابه تفصل لك على الشريط. رضا فظيعه شو غبي. حاسبناك في السيرفيس ولميت الاجرات لك يا بيدي، ضروري يعني هلا كمان حاسبه كمان. لك حبيبي انت حاسبتني على السيرفيس، هلا بدك تحاسبني على الفرجه. هلا شو الفرجه صارت المصاري؟ حبيبي انا مو حي الله وحدي رح ورجيك، رح ورجيكم علي بالسوق السيرفيس، هي مو حي الله مره. بعيننا الله عليها، قد الفرجه اخي؟ 5 ليرات. يلا حاسب. شو هذا؟ 3 ليرات. 3 ليرات انت تفرج على المناظر، اعطوني زيك. يلا شباب يلا طلعونا طلعونا، ما بدها تقالي يا اخي. يلا يلا بسرعه. سنفوره دفعتي؟ دهيلة. ليش؟ مشان حاسبها. هات انا بحاسبها. ما بيصير، بدي حاسبها باليد. فوت لعندها. ايه شلون بدي اترك الزباين روحي دهيلة؟ ايه علينا رح ناديها. هلا بدكم تشوفوا. حصلت معي في الاوتوبيس. ماما؟ فرطة وما معي. شوف. عن اذنك لحظة. يلا. اهلا وسهلا. حضرتك بنت المدام عفراء البرعوط ما؟ البرعوط. ايه انا برعوط. انا الدكتوره ميسون الداجي بنتها. اهلا وسهلا. اهلا. ممكن نعمل معك لقاء؟ ايه ممكن لك. شفتوا شخصي مثل التلفزيون. مرت عمي قررت حاسبك، كلنا قلبنا قلتها. تارك الخط مشان تيجي تحاسبني؟ ما عم بيجي فاضي مرت عمي، عم طالع ركاب. ها سكي يسلموا احي. خلصت الواو شباب يلا. انتو؟ لا نحن وفد من الاتحاد النسائي، جايين ندعيكي مشان تلقينا محاضرة عن المرأة العاملة بالمؤتمر 14 للكوادر النسائية. محاضرة؟ شو فهمني أنا بهالشغلة؟ أنت ما تلبكي حالك، نحن كتبنا لك النص كاملا. اتفضل. لا لا شكرا، بدنا نروح عنا اجتماع. إمتى المحاضرة؟ اتفضلي، هاي نص الكلمة وباقي المعلومات بالظرف. الله معك. طيب أحي تفضلي. شو الاتحاد النسائي؟ جبت لك الركاب. روح نلعب بوش الباب، نلعب ضربة تخلع الرقبة شيتك خلق. نبيل ولا؟ نبيل ولا؟ خير خير. خير؟ إلك ولا للديب؟ خاصة الديب مرت عمي أموري. بتشوف لي شر على بدي بيع الميكرو بقرد ودب. لا يا مرت عمي لا، نحن ما صدقنا إنه الظاهرة تكرسي. بلا ظاهرة بلا بطيخ، أنا اشتريت الميكرو مشان اشتغل شوفير، مو مشان اشتغل فرجة. وانتو عم تفرجوا عليه كمان. Ladies and gentlemen, you welcome to A-Star Family.